اوكي شبابنا، نعمل نيو بروجكت او نعمل ويب سيرفيس في ال ASP.NET MVC 4 ونعملها هاندلينج في الويندوز فون، او نستقبلها نعملها كونسيوم في الويندوز فون. اول شيء بتروح تعمل على الويندوز فيديو ستوديو 2012، بتروح ويب ASP.NET MVC 4 ويب ابلكيشن، هون بختار MVC ابلكيشن، خلينا نسميه ويب او ريستورانت سيرفيس، ريستورانت سيرفيس سنتر. اوكي اعمل اوكي، انترنت ابلكيشن، حط اوكي. يا زمان اشتكنا لك في جوست ديفينت معك. طيب بس يفتح. اوكي عملنا، خلينا نعمل زي ما كنا نعمل دائما مودلز، نروح نعمل تو مودلز. اول مودل اللي نعمله نروح بس على ال سيلف كير، نجيب الاوبجكت اللي بدنا اياهم. احنا شو بدنا؟ اوبجكت اسمه اوبجكت الكاتيجوري منيو. شو بتلاحظ فيه؟ في كاتيجوري منيو، وفي كمان شيء اللي هو كاتيجوري ايتم. فبروح بجيبهم الكلاسز هذول كوبي، بروح عندي هون على الفيجوال ستوديو 2012 على المودلز، بضيفهم. اوكي بضيفهم. بلاحظ نيم سبيس، نفس النيم سبيس المفروض يكون، فباجي هون بضبط النيم سبيس. اوكي طبعا في اكيد شغلات ما بتلزمناش هون. اوكي اوكي في شغلات كمان هون بتلزمناش، هاي الميثود ما بتلزم. فبدي اضبط الكود انه يشتغل على ام في سي. اوكي هاي برضو الميثود ما بتلزمناش هون. كاتيجوري ايتم، اوكي هاي الكاتيجوري ايتم في برايس، تمام. هون في عندي كاتيجوري منيو، تمام. فيها ليست، بس هو ما بيلزمنيش اتعامل مع observable collection، خلينا نتعامل مع collection بنعرفه زي list. بتعامل مع list عادي، list of category items، بعمل new list of category items. اوكي طيب زي ما كنا نعمل controller، طبعا عشان كمان نعمل controller كنا نعمل data x layer لل بدي اضيف كل شيء زي كنا نعمل نيو فولدر دال، داخل الدال بنعرف الريستورانت كونتكست، باجي بعمل اد لنيو، بدي اعمل نيو كلاس فبسميه ريستورانت كونتكست دوت سي شارب. اوكي زي ما كنا نعملها اكستند لدي بي كونتكست، DB context بنعرفها هون. اوكي بنعرف ال constructor public. اوكي بنجيب ال base طبعا زي ما كنا نعمل base، داخل base بنعطي default connection string. default connection string بنجيبه من ال web config، اي default connection string restaurant context، نحط الكونكشن عشان اشبك على نفس الداتابيس. وهون بنعرف الدي بي ست، كم دي بي ست راح يلزمني؟ تنتين، فباجي بعطيه بابليك دي بي ست
بعطيه نوع راح يكون هنجيب الاوبجكت الكاتيجوري منيو، نوع كاتيجوري منيو، وبعطيه نوع اول اشي اسمه كاتيجوري، سمي كاتيجوري. اوكي بعمله طبعا set to get، ما راح يعطيه اكسبشن لانه ما فيش عندي مش عامل له يوزنج بالظبط. بجيب كمان التيبل الثاني اللي هو راح يكون اسمه category items، بسميه items items. اوكي next step كنا نعملها نعرف context initializer، بدي اعمل context initializer رايح لي في الشغل، او تحبش تعمل category initializer بدك تروح تعمل يعني بدنا نضيف داتا، فيا بتضيف الداتا من الكود يا بتضيف تعمل لك كنترولر وبتضيفه من الكنترولر. على فرض انه بدنا نضيفهم من الكنترولر لازم اروح اعدل الموديل، فبروح على الموديل اللي عندي. شو اسم الموديل؟ كاتيجوري منيو. هسا الكاتيجوري منيو في اول شيء شو العلاقه بين ايش العلاقه يا جماعه بين الكاتيجوري منيو وبين الكاتيجوري ايتم؟ في عندنا 1 تو ماني ريليشن شيب. ايش ال 1 وايش الماني؟ في عندنا 1 كاتيجوري هاز ماني، فال 1 بروح عند الماني، يعني الكاتيجوري بروح عند الكاتيجوري ايتم. فباجي هيك بعرف بابليك فيرتشوال وات كاتيجوري منيو، سميه كاتيجوري منيو، بعمل له ست وبعمل له جيت. تمام. بعدين شو بعرف؟ بعرف اي دي طبعا للكاتيجوري منيو، فراح يكون عندي هون للكاتيجوري منيو راح لازم نعرف اي دي، فباجي بعرف public integer id set وget للكاتيجوري منيو. نفس الطريقه بعرف اي دي، يعني صرنا نتعامل مع داتابيس، بعرف public integer id بعمل له set وجيت للكاتيجوري item. عرفنا virtual category menu، بنعرف كمان public virtual category menu id، فباع نفس الطريقة بعرف public virtual category menu id، طبعا ده يكون نوعها integer، تعملها اكيد set to get. طيب تمام اوكي هون اطلع فوق شوي، هل الليست هاي نحتاجها هلا ولا نحتاجها؟ مش راح نحتاجها لانه خلص تعمل داتا بيس، وبشيلها من الكاتيجوري منيو. اوكي والكونستراكتر تاع الكاتيجوري منيو خلص ما فيش له داعي، والمنيو ايتمز هاي برضه ما لهاش داعي، يعني بتعامل مع بوجي كلاس خلص اوبجكت بيور اوبجكت. تمام اي دي كاتيجوري تمام، هون في عندي 1 تو ماني ريليشن شيب عملناه. شو بعمل نيكست ستيب؟ بروح بعمل ريبيلد للبروجكت وبعمل جنريت ل ال بدي تو كنترولز، بدي كنترول لا الكاتيجوريز وكنترولرز لا الايتمز. فباجي هون كنترولر بضيف هون اسميه نيو كنترولر، اوكي شو كنت نسميه؟ سميه كاتيجوريز هيك سميه كاتيجوريز كنترولر او كاتيجوري كنترولر، اي بي اي كنترولر، بدنا نستخدم ام في سي كنترولر. شو الموديل اللي استخدم فيه؟ كاتيجوري منيو. ايش الداتا كونتكست؟ ريستورانت كونتكست. بعمل ات ممتاز، بروح بعمل كمان كاتيجوري لمين؟ للايتمز. فباجي بعمل كنترولر سميه ايتم كنترولر،
بعطيه MVC controller model بستخدمه اللي هو ال category item والcontext اللي هي restaurant context. تمام، بعمل add. ممتاز. هسه next step بدنا نروح نعمل نضيفهم بس على اللي اوت عشان اشوفهم عندي. فبروح على ال views، بروح على ال shared layout، بضيفهم هون. خلينا نضيف اوكي، اول شيء بدنا نضيف بدنا نروح على اي كنترولر، على الكنترول اللي اسمه category. category نروح على الميثود اللي اسمها index، واسم الليبل category. نفس الشيء بدنا نروح على index، بدنا نروح على مين، على items. الكنترول اللي اسمه item، بروح على item، بروح على index وهون بسميها items، هون بسميها categories. اوكي هلا بعمل save. اوكي بروح بعمل run للابلكيشن. راح يعمل بروح على index page، لازم اروح على حدا من categories عشان يعمل DB context او يعمل generate لل DB context. لازم اروح على controller. تمام، خلينا نروح على categories. طبعا بعمل generate card لل database تاعت ال tables تاعون ال categories. الدي بي كونتكست كلها بعمل categories و items. باجي بعمل new category name، خلينا نسميه بيتزا. اوكي اعمل create، نضيف لنا كمان كم salads مثلا، salads. اوكي كمان نضيف لنا في كمان drinks. اوكي في عندنا meals. تمام ضفنا few categories. بدي اروح اضيف ايش؟ items. هنضيف كم item، create item. كاتيجوري بيتزا، خلينا نضيف مثلا مسافينا برايس. اوكي نضيف بيتزا، نضيف كمان بيتزا، نضيف مثلا برجر ساندويتش. مثلا ميلز، مثل كمان كولا، في درينكس، ضيف تي، درينكس، ضيف ارون ناشن، ضيف تشيكن ساندويتش في الميلز. اوكي في عنا بيتزا، في عنا ميل، في عنا درينكس، في كمان ضفنا شغلة على السالادز مثلا، خلينا نسميها chicken salad. اوكي ضفنا فيو فيز، فيو فيو categories، فيو items. so next step ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل APIs لهم. فكيف نعمل APIs لهم؟ بسيطة جدا، نسكر السيرفر. في السيرفر أول شيء روح لك على الكنترولر، add، اعمل لك new controller. بس الكنترولر ما نضيفه، ايش نوعه؟ API controller.
ايش المود اللي راح اشتغل عليه؟ كاتيجوري منيو، كاتيجوري ايتم، كاتيجوري ايتم. هل مثل تعمل كاتيجوري ايتم؟ اوكي، ايش الداتا كونتكست تشتغل عليها؟ ريستورانت كونتكست. ايش؟ والاسم. احنا اللي عندنا نسميها items service control. هاي اسم الكنترول يعني. item service control. باجي بعمل add. تمام، شو السيرفيس اللي عندي؟ في عندي سيرفيسز، في عندي اول سيرفيس بتجيب لي جميع الايتمز، في عندي سيرفيس بتجيب لي الكاتيجوري ايتم اللي هي على الاي دي، بعطيه الاي دي. في عندي سيرفيسز بتعمل بوت، في عندي سيرفيس بتعمل بوست اللي هي ابديت، وفي مثل بتعمل انسيرت يعني، في كمان مثل بتعمل ديليت. اوكي، هاي من المين سيرفيسز اللي موجوده عندي. بس احنا شو بدنا نشغل هاي السيرفيس؟ عشان تشغل هاي السيرفيس حكينا في المره الماضيه انه بدنا نتعامل مع تول اعطيتكم اياها اسمها جيسون ويب سيرفيس تيستر. اوكي، الجيسون ويب سيرفيس تيستر او جيسون ويب سيرفيس امبود هاي الموجوده هون، تيجي بتعملها داونلود. اوكي، تعملها داونلود عندك. بعد ما تعملها داونلود تفتح الفولدر. اوكي، روح لك مثلا على جالاكسي ترينينج كورسز ويندوز فون، اعمل لك هين ويب سيرفيس، فولدر سميه ويب سيرفيس مثلا، ويب سيرفيس، حط اللينك، اعمل اكستراكت هون. تمام، ادخل على السيرفيس. اوكي، في عندي اول شيء حكينا في انه بدنا نعمل ديسيبل الويب سكيورتي في الكروم عشان يتست على الويب سيرفيس على اللوكال هوست. تمام، فحكينا انه بروح بعمل لي شورت كات للكروم. اوكي، هاي عندي كروم، جوجل كروم، شورت كات، هاي الشورت كات افتحه. طبعا بفتح معك، بس احنا بدناش هذا الاشي، بدنا نعمل ديسيبل للسكيورتي. بروح على جوجل كروم بوت عشان نعمل ديسيبل للكروس اريدين. فبتيجي على البروبرتيز، في عندك هون الله، بنسخ هاي كنترول اكس، برجع على الشورت كات اللي عملته Properties، وبحط الشورت كات عندي هون، بعمل اوكي، دبل كليك. بنلاحظ احنا عطلنا الويب سيرفيس سكيورتي. هلا بقدر اجي اتست على الويب سيرفيس، باجي على السيرفيس، خلينا ناخذ لنا سيرفيس معينه مثلا، هاي اي بي اي ايتم سيرفيس. خلينا نشغل الكروم، طبعا بدك تتاكد انك طفيت الكروم وعملت له ريستارت. بشغل الويب سيرفيس تستر على الاي اس سيرفيس، هي اشتغل عندي هون، تعمل ران، بس بيعمل لودينج. اوكي، بروح بتست على السيرفيس اللي عندي بدل ما اروح على الايتم مباشره على الكنترول العادي، لا بدي اروح على الويب سيرفيس اللي عملناها يوزن اي بي اي كنترول. فبروح بنادي الويب سيرفيس اللي عملناها اسمها اي بي اي ايتم سيرفيس. اوكي، هاي السيرفيس اللي نتت عندي. طبعا في مشكله، في احنا بدناش نستخدم الاكس ام ال، هاي بدنا نستخدم السيرفيس تيستر اللي اعطيتكم اياه. فباجي هون على الويب سيرفيس تيستر، بعمل رن الها، وباجي بعطيه اللينك اللي عندي هون. اوكي، بعطيه جيت، روح جيب لي جيت، اعمل سند. طبعا روح جيب لي جميع الكاتيجوريز ايتمز. اوكي، هاي جميع الكاتيجوريز ايتمز اللي موجوده عندي. تمام، هسا هاي السيرفيس اللي معموله هون نروح نعملها كونسيوم وين؟ في داخل الموبايل ويندوز فون. هسا حكينا اول ستيب لازم نعمل، نروح نعمل على موقع اسمه جيسون تو سي شارب، نروح على الويب سايت، بنعطيه اللينك على جيسون اللي عندي، وهو يعمل لي جنريت. اوكي، فراح يعمل لي جنريت. لما يعمل لي جنريت شو بتلاحظ عندي هون؟ بتلاحظ في عندي كاتيجوري منيو، في عندي روت اوبجكت. الكاتيجوري منيو بتلاحظ ان فيها كاتيجوري نيم، كاتيجوري ديسكريبشن. اوكي، بتلاحظ فيها برايس. اوكي،
يعني هو مين دي بروح بعمل جنريت لمين؟ ده الروت اوبجكت اللي هو تاع الايتم. فالايتم شو بكون فيه؟ اي دي، بكون فيه نيم، بكون له برايس، بكون كمان له كاتيجوري منيو اي دي، اوكي. كمان بكون فيه داخله برضه اوبجكت اسمه كاتيجوري منيو، والكاتيجوري منيو هاي الاوبجكت تاعها فيها اللي هي كاتيجوري نيم، كاتيجوري ديسكريبشن، واز لودد هاي الفيد. سامع شو بدنا نعمله؟ بدنا نروح نجيب هذا الكود كوبي، اوكي كوبي، ونروح على الويندوز فون. نروح على الويندوز فون نضيف الاوبجكت. انا حاطط اوبجكت اسمه روت اوبجكت هون، وفي عندي كلاس اوريدي موجود اسمه كاتيجوري مني. خلينا نروح على الروت اوبجكت، على روت اوبجكت هون اضيف الكلاسز اللي عملتهم جنريت. بدل ما اسمها root object بدي اسميها items root object. هاي اسمها category مني، خليها اسمها category مني. صراحة تشوف انه في راح يضرب عندي exception، لان انا already في عندي class اسمه category مني هون. في عندي already في class اسمه category مني. فعشان احل هاي المشكلة بروح هون بحكي له category مني هاي اللي عندي، خليها اسمها category menu x، اوكي category menu x، ضبط الكونستراكتر، اوكي. خلينا نتاكد ان اوكي category. طيب تمام، ما بديش يعني ست عرض اسماء، فباجي برجع هون بشوف وين الاكسبشن ضارب عندي. category menu، اوكي هاي category menu، غيرنا الاسم تاعها من rebuild، اوكي في اكسبشن. وين اكسبشن ضارب عندي؟ هون سي دوت منيو، صح حولناها صارت كاتيجوري منيو اكس، هي كاتيجوري منيو اكس، اوكي هي كاتيجوري منيو اكس برضو، هي كاتيجوري منيو اكس، هي كاتيجوري منيو اكس. يعني بدك تصير تعرض اسماء في الاسامي اللي عندك و تمام. اجي بعمل ريبيلد، تاكد فيش اكسبشن 100%، بكمل الشغل برجع روت اوبجكت. عندي كاتيجوري منيو، وهي عندي الايتم روت اوبجكت. الايتم روت اوبجكت اللي بيحتوي على جميع الكاتيجوري. هسه احنا ايش بدنا نعمله؟ في عندنا الصفحه هاي تاعت المنيو، خليني اورجيكم اياها. في عندنا الصفحه تاعت المنيو، هاي الصفحة تاعت المنيو، فيها بيتزا، فيها سالاد، فيها درينكس، فيها ميل. نروح نعمل منيو نسميها، يعني هاي خليها بدناش نضيع الكود، خليها بدنا نروح نعمل منيو تانية، بس المنيو التانية تختلف عنها. هاي المنيو فيها ستاتيك داتا، هذيك المنيو ايش؟ بتكون دايناميك داتا من السيرفيس. فخلينا نروح نعملها. اوكي عشان نعملها خلينا نروح على ال على السكند بيج، ولا على المنيو بيج هون. اوكي منيو بيج، تعال المنيو بيج، خلينا نضيف كبسة عنين نعملها منيو ويب سيرفيس منيو. خلينا نضيفها على هاي. اوكي لما نكبس على هاي نروح نشغل ويب سيرفيس منيو. بروح على الايتيمز هون على التاب، هاي التاب. اوكي روح اعمل نافيجيت على صفحة احنا بنعملها هسه اسمها ويب سيرفيس منيو. روح اعمل لي كلاس او نيو منيو لهاي الويب سيرفيس منيو، اعمل طبعا سيف على كلاسز، اد نيو ايتم، بيفوت بيج اعطيها الاسم ويب سيرفيس منيو، اد. اوكي هاي المنيو، خلينا نظبط الشكل تاعها. احنا اوريدي عندنا ريستورانت منيو هيها، فبدي اروح اخذ الباك جراوند، الشغلات الموجوده هون بدي اخذ كل شيء فيها يعني از ات از، بس انه نعدل شوي عليها. كوبي ريستورانت منيو، ويب سيرفيس منيو،
جريت، نروح نعمل ريبليس للكونتنت. غيرت اللاي اوت، ف طيرش اللاي اوت خليها. اوكي شيل الترانسبيرنت، هاي بدناش باك جراوند ترانسبيرنت عشان ناخذ خلفيه تاعت الصوره 100%. نشوف التست اذا شغاله، يعني انه لما اجي اعمل ران. اوكي بحكي لي انه event handler في عندي method اسمها pivot loading items مش موجودة، بروح خليني اعملها generate. نسخنا كل شيء بس ما نسخناش هاي ال method، فبعملها generate. باجي هون event، بدور على الايفنت اللي اسمه pivot loading items، هيها double click، عملت لها generate. اوكي باجي بعمل ريلود، باجي بعمل ران، اتاكد ان الكود شغال عندي على ايميليتر. اوكي بعمل لوجين، بروح بكبس هون فتحة المنيو بس فاضي فيش فيها شيء، ممتاز. هسه بنعبي المنيو هاي من الويب سيرفيس، تمام ممتاز. نعبيها من الويب سيرفيس، عشان تعبيها من الويب سيرفيس اول شيء بلزمك انه تروح على الكلاس تاع الويب سيرفيس منيو. بروح بفتح الويب سيرفيس منيو هون، ويب سيرفيس منيو. اوكي اوكي بدي اضيف بس كبسه، بس بتون سينك، بتون بسيط جدا. انه ايش بدي اعمل هالبتون؟ انه بدي اروح اعمل كول للويب سيرفيس واتاكد انها وصلت هون، بعدين اعبيها. يعني بديش اعبي ابلش اعبي فيها من اول، لا بدي اتاكد ان كل شيء تمام، وصلتني اعملها وصل الرسبوس عندي، الاوبجكت وصل كل شيء تمام سيريلايز، بعدين اعبيها في البيفوت. فبدك تروح تكبس دبل كليك على البتون، بدنا ننادي الويب سيرفيس اللي بدنا نعملها. اوكي خليني اعمل كلوز اول بات ذس. اوكي نعيد حالنا في الكود، نفس الكود. اوكي ننسخ كل شيء من هون، حتى البتون ننسخ لي اياه. تمام اوكي بيطلع في موضوع غير اعطيك اكسبشن، غير اعطيك اكسبشن. خليني بس اضبط الاكسبشنز. خلينا ننادي السيرفيس، ايش السيرفيس اللي راح نناديها يا جماعة؟ هاي السيرفيس. تأكد ان الاي بي اي شغال 100%، تأكد ان السيرفيس جاي عندك، يعني روح اعملها باك هون تيست، التمام شغالة. باجي بنسخ الاسم السيرفيس لوكال هوست، وين بروح بالاسم تاع السيرفيس؟ بحطه هون، بحط السيرفيس هون. طبعا هو ضارب اكسبشن على البروجرس بار ريكويست، فبروح بضيف على البيج اللي هي اسمها ريستورانت منيو، بضيف له ريستورانت منيو، ريستورانت منيو هيها، بضيف له البروجرس بار. كيف ضفنا البروجرس بار قبل شوي؟ ضفناه عن طريق انه حطيناه في اللاي اوت، فبدك تضيفه في اللاي اوت سم وير ايلس، يعني انه ممكن تضيفه داخل ال بيفوت ايتم، مثلا تضيفه داخل البيفوت ايتم، ممكن نضيفه وين anywhere in the page يعني. اوكي ممكن نضيفه هون، بدك تروح تضيفه، جيب الكود تاعه هي بروجرس بار هي، احنا حاطينه في ستاك بانل، بدك تروح تجيب ستاك بانل هاي كوبي، تروح على الريستورانت منيو تضيفه هون.
اوكي شوف وين اجى هاي اجى البوزيشن تاعه هون، ممكن تتحكم فيه تحطه فوق تحت، انا بفضل انه يكون هون جنب ريستورانت منيو يكون بحدها يعني. فخلينا نرفعه شوي لفوق تلعب في المارجن، احنا حاطين ماينس 300 حط مثلا ماينس 213، خلي ارفع ماينس 400، ضلك ترفع فيه لفوق عبين ما يطلع عندك فوق ماينس 600 مثلا، ماينس 700 اوكي، زيحه شوي يعني ماينس خلينا 400، زيحه 200 300، خليه 200 او 180، خليه مثلا 50 اوكي، نزله شوي صغيره لتحت 711 10، خليه هيك اوكي. هاي البروجرس بار لما اكبس على الكبسه تاعت البتون راح تشتغل عندي، راح يشتغل عندي البتون. احنا ضفنا البتون على ريستورانت منيو، خليني بتاكد انه نضاف ريستورانت منيو سي شارب. احنا وين نضيف يا جماعه ريستورانت منيو؟ مش على ريستورانت منيو، خلينا نضيفه على ال ضايفين على الصفحه الغلط، مش مشكله روح شيله حطه على الصفحه تاعت الويب سيرفيس منيو. هاي بتروح على الويب سيرفيس منيو، وين راحت ويب سيرفيس؟ اوكي خلينا نضيفه هون ويب سيرفيس منيو، ضيفه هون تمام. بعمل ريلود تمام، في عندي اكسبشن جيسون كونفير داز نوت اكزيست، فبروح على الكود وين مش موجوده بحكي داز نوت اكزيست، فبرجع على ال على الكود هون داخل ويب سيرفيس بحكي لي انه الشغلات اللي مش موجوده بضيفها. تعلمنا كيف الدرس الماضي كيف نضيف الجيسون كونفرت عن طريق الدي ال الز، فبضيفها. هسه هون اختلف الوضع عندي، غيرت السيرفيس بس غيرت اليو ار ال، نفس الميثود. انا بطلت اتعامل مع فيسبوك اوبجكت، فيسبوك روت اوبجكت، صرت اتعامل مع اوبجكت من نوع تاني. ايش نوع الاوبجكت اللي صرت اتعامل معه؟ خلينا نشوف شو نوعه، ايش ضفنا نوع الاوبجكت، انزل تحت اسمه items root object، اسمه items root object. فبتعامل انا هلا مع items root object، فب decentralization بعملها على ال items root menu تمام. هسا ليش مش موجود؟ اعمل سيف تاكد انه اوكي. مرة بدك تعمل ريبيلد بيكون اوكي، بدك تعمل يوزنج سيلف انتيتيز مش جاي اوكي، راح الاكسبشن بعمل ريبيلد كمان مرة ممتاز. بنزل تحت، طبعا احنا شوي بدا يختلف الوضع، بدي انا بهمني الروت هلا، هاي الروت هي اللي بتهمني، الروت هي اللي بتهمني. فكل الكود هون مش راح احتاجه هلا، شيل شيل الكود ما بيلزمنيش اوكي. فاحنا هون اللي عاملين انه البروجرس بار بنشغلها اول ما نبعث الريكوست، وين نطفيها؟ دائما في عندي تراي كاتش، وفي دائما فاينلي. لما اخلص التراي بروح على الفاينلي دائما، فبعمل فيزابيليتي كولابس يعني برجعها انه خلصت الريكوست برد اخفيه البروجرس بار اوكي. هسه خلينا نشوف ان نعمل ديباج على ال نعمل ديباج على الروت. بس بدي اعمل ديباج، دبل كليك هون، تاكد انه في داتا ولا ما في داتا، فاعمل ران. بروح بعمل لوجين، بكبس على هاي، بكبس وين؟ على البتون، اكبس على البتون اوكي. اعمل ستيب اوفر، هسه نعمل ديباج على الروت نشوف شو اخذت قيم الروت، فامشي ستيب اوفر لقدام اوكي، ستيب اوفر ذس، افتح كل شيء شوف وين راحت. وهو راح وين؟ على الكاتش،
ليش عكيت انه في عندي ايرور معين يعني في الريكوست. نمشي ستيب اوفر، ففي عندي اكسبشن. اوكي شو بحكي لي؟ نيوتن جيسون سيريلايز اكسبشن كانت دي سيريلايز ذا كرنت جيسون اري انتو تايب، هو مش قادر يعمل ديسيريلايزيشن للجيسون اري. ليش؟ انا عامل يعني عامل انا في الكاستنج اللي عامله عامل ديسيريلايزيشن لاوبجكت وهو اري، فكيف بدي اضبط هاي المشكله؟ باجي هون اوكي هاي ديسيريلايز شايفينها، خليها باجي بعمل كمان باجي بحكي له اوكي جيب الجيسون كونفرت دوت ديسيريلايز. ديسيريلايز ده ايش نعمل؟ لا ديسيريلايز انونيمس تايب. اوكي بعمل ديسيريلايز لا انونيمس تايب. اوكي خليني بس كم اعمل ديسيريلايز انا مستر، خليني اشوف شو قيمه الايدوت ريزلت. فبدك تيجي هون تحكي ايدوت بدك تعمل ديباج var اكس مثلا ايكوال ايدوت ريزلت، بعمل سيف بعمل ران. خليني اعمل ديباج ما عملش بريك بوينت، بعمل بريك بوينت اوكي اللي برجع عندي اري. انا كان بحط الاري جوا اوبجكت مش مطابق، يعني بعمل ديسيريلايزيشن بس مش مطابق الاوبجكت مع الاشي اللي بعمل عليه ديسيريلايزيشن، فبعطيني ايرور. اكبس انتر، اكبس على الباتون اوكي شوف الاكس نال، امشي لقدام ستيب اوفر راح جابها، افتح شوف الريكوست شو موجود فيها. شو بتلاحظ في عندي؟ في عندي اري والاري في جوا داخله كاتيجوري منيو، وكل كاتيجوري يعني في كاتيجوري منيو في كمان الايتم. فانا انا برجعش اوبجكت سنجل اوبجكت من نوع روت، انا برجع ليست اوف. فهمت علي شو برجع؟ يعني هون بعد ما عملت ديباج نرجع على الكود هون، انا مش قاعد برجع سنجل اوبجكت، انا قاعد برجع ليست اوف ذس، مش برجع اوبجكت برجع ليست منه ليست اوف روت اوبجكت. فشو بعرف؟ بعرف بعمل ليست اوف ذس list of items for the object. تمام هسه باجي بعطيه في var x شو بدي اعطيه؟ root 1 dot count او خلي root 1 dot count بدي اشوف كم عنصر فيه، المفروض كم عنصر رجع لي؟ 7. باجي على application login بكبس هون اعمل كليك ايش حطيتش بريك بوينت. شوف لو روح خلينا نعمل بريك بوينت كان حكيته لي. طيب نعمل بريك بوينت، هاي بريك بوينت اعمل ران لوجين اكبس هون اكبس على البتون اوكي حديت الان كميتها زيرو. امشي ستيب اوفر قديش فيها؟ 7 100% شغالين صح. اوكي على النكست ستيب، النكست ستيب اللي نعملها انه نعمل بايننج لهي الداتا اللي رجعت عندي. بدي اعمل بايننج لمين؟ للداتا اللي رجعت عندي. فكيف بدك تعمل بايننج للداتا اللي رجعت عندك؟ اوكي النكست ستيب بدنا نشوف كيف نتعامل مع الداتا اللي رجعت عن طريق داتا كونتكست، كيف نعمل بايننج للداتا اللي رجعت هاي عن طريق داتا كونتكست. خلينا نعمل فيديو 2 بارس ونكمل في بارت 2.